نختم الجولة معك من الحداثة، وفيها نطالع هيئة محامي دارفور تصف الوضع في الإقليم بعد الثورة بالمحبط. وصف المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود الوضع في دارفور عقب ثورة ديسمبر بالمحبط. وقال صالح للحداثة إن هنالك 4 ملايين شخص غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية. وحمل صالح الحكومة الانتقالية مسؤولية استمرار تفجير الأوضاع في الإقليم. يعني من جديد إقليم دارفور، والخبر يؤكد سوء الوضع في دارفور، ما تعليقك يعني؟ نعم، يعني أنا أعتقد أنه ملف دارفور ده بعد اتفاق السلام بالذات، يعني بعد الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا، يجب أنه يحظى باهتمام مختلف، ويجب أنه يحظى بدراسات دقيقة جدا لما حدث أولا، وآثار ما ترتب على ما حدث، يعني ووجود الناس في معسكرات، وجود الناس في نزوح، ووجود الناس في لجوء، دي مسألة يجب أنه تضع عليها خطط واضحة جدا لمعالجتها. من يضع الأزمة هذه الخطط؟ يعني الحكومة. نعم قطعا، يعني الأزمة الأكبر من ذلك هي مسألة السلاح المنتشر في أيدي الناس، ودي أسوأ تركة ورثة ورثوها الناس من النظام البائد، في أنه أي شخص، دي الحاجة الوحيدة اللي عملوها، أي شخص استطاع أن يحمل سلاح، وثم تجنيد القبائل ضد القبائل، زرع الفتنة في دارفور وكذا، دي مسألة معالجتها صعبة هي، لكن ما مستحيلة. أين العلاج؟ يجب أن تعالج، يعني بخلق تنمية حقيقية، خلق حياة حقيقية تستحق العيش، يعني مسألة فرض أمن بأي أسلوب من الأساليب بقوة، في أنه الناس يجمعوا هذا السلاح، يجعلوا الحياة هناك يعني حياة تستحق أنه الناس يعيشوها بأمان وفي سلام. ودي تضع لها خطط، يعني خطط كبيرة جدا في أنك أنت تحدث تنمية في إقليم دارفور. لم يستصحب ملف السلام الأخير هو مسألة نعم القيادة ذلك؟ نعم القيادة الآن هي بتتحدث عن ذلك، يعني واحدة من اتفاقية السلام، وهؤلاء هم يعني طرحوا أنفسهم كقادة للإقليم، جبريل ومني ودل واحد وغيرهم، دي الآن هم جات مرحلة مهمة جدا لأهلهم العانوا خلال السنوات الماضية إنه يمشوا عشان يضعوا خطط حقيقية لموضوع السلام وموضوع التنمية الحقيقية، عشان الإقليم ده يهدأ. يعني ما لو الإقليم ده بقت ما فيه مصالح للناس، هتظل المصلحة تجلب بالبندقية، يعني فيجب انه تتخلق مصالح حقيقيه ومشاريع حقيقيه وتنميه حقيقيه في. طيب يعني سريعا، يعني هل تسرعت الحكومه عندما وافقت على انهاء بعثه يوناميد، يعني وما جرى بعدها من احداث وفقدنا فيها ارواح عزيزه جدا على الوطن؟ نعم، يعني هي لا تستطيع ان تقول تسرعت، لكن فكره البعثه الجديده هي اوجب، ولكنها لم تتسلم بعد. يعني اليوم هي تسلمت، اليوم هي اول يوم عمل لها الليله، فهي تسلمت الملف رسميا. الرئيس البعثه فولكر الارماني هو الان في الخرطوم، فهم الان هذا اول يوم عمل لهم، فدي ستضع خطه متوازيه. يعني اليونيميت كانت مهمتها هي الحمايه والحراسه فقط، يعني لكن هذه الان هي بعثه لخلق التنميه، خلق حلول حقيقيه، استجلاب دعم لاقليم دارفور، ودي هي الفرصه الكبيره انا بتحدث عنها. يعني شكرا جزيلا للصحفي والكاتب الصحفي والسياسي الاستاذ شوقي عبد العظيم، شكرا لهذا التحرير الضافي والوافي، واتمنى لك يوما سعيدا. شكرا جزيلا.